حياكم الله إخواني جميعا، أهلا وسهلا بكم جميع أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الذين ترشحوا معنا في الدخول إلى المخيم الافتراضي الأول، مخيم التدريب الأول في منصة عمران للمشاريع، حول تدريبهم على أهمية المهارات اللازمة لإقناع لجنة التحكيم بفكرة المشروع. فحياكم الله جميعا، نرحب أيضا بالأساتذة الكرام اللي راح يكون معنا طوال فترة التدريب، المحاضرين الكرام اللي راح يكونوا موجودين معنا خلال 3 أيام القادمة. كما ذكرنا لكم أنه المخيم سيكون لمدة 3 أيام بدءا من اليوم، من الساعة 7 إلى الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة. كل يوم راح يكون في عنا ورشتين عمل. ورشة اليوم راح تكون مع الدكتور محمد أبو زيد. الدكتور محمد مؤسس عدة مشاريع تجارية في كوالالمبور في ماليزيا، وهو دكتور متخصص ومستشار ومعتمد ومدرب أيضا في مجال إدارة المشاريع. أول ورشة راح تكون اليوم معنا في هذا المخيم، واليوم أيضا مع الدكتور محمد، بعنوان كيف نختار فكرة تجارية بشكل فعال. الدكتور كما ذكرنا صاحب تجربة عملية في هذا المشاريع، في هذا المجال، هو مجال إدارة المشاريع. فنرحب به باسمنا وباسم منصة عمران وباسم الحضور الكرام. تفضل دكتور محمد، معك الميكروفون ومعك الزوم كاميرا، تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكرا لك وشكرا للأخوة الموجودين في عمران، والشكر الأكبر لهؤلاء المشتركين الأكارم في هذه المبادرة الطيبة، وأتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكون مشاريعهم ناجحة من البداية حتى نراها حقيقة يعني في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا أرحم الراحمين. طبعا أشكركم على هذه الدعوة المباركة، وأشكركم أنكم خليتوني أول واحد أنا أقدم هذه الورشة، فإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني مثل هذا التأخير تتفادوه في بقية الجلسات، فشكرا جزيلا لكم. نبدأ بموضوعنا اللي هو موضوع الفكرة، وكيف يمكن أن نختار فكرة تجارية فعالة لمشروعنا. الفكرة هي أهم شيء أو واحدة من أهم الأشياء الأساسية اللي نحتاجها فعلاً في بداية مشروعنا. الفكرة يجب أن تقترن أيضاً بتوقيت الفكرة. في هذه 20 دقيقة المداخلة، وبعدها إذا الأخوة حبوا يسألوا أو الأكثر ممكن تأخذ، حاولت أجمع فيها وعدت سلايدات جديدة يعني هي خصيصاً لهم بإذن الله سبحانه وتعالى، بما أنهم هم طبقة متميزة أعتقد بإذن الله سبحانه وتعالى حتصلهم الفكرة، لأني أنا حأبدأ بالمنهجيات اللي يستطيعوا من خلالها بناء فكرة حقيقية وفكرة فعالة مثل ما أنتم سميتوا هذه الورشة لمشاريعهم. فصح هي 20 دقيقة، لكن 20 دقيقة فيها خلاصة الخلاصة لإيجاد الفكرة، وإذا احتجتوا أي شيء بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى أنا جاهز للاستفسار هون، أو ممكن عبر حساباتي أو عبر الأخوة اللي موجودين في عمران الله يجزيهم الخير. فنبدأ بموضوع الفكرة، وهي حتكون من عدة محاور سأتكلم فيها بداية عن منهجيات تكوين الفكرة. هناك منهجيات كثيرة لتكوين الفكرة، لكن أهم المنهجيات أنا وضعت لكم في 6 منهجيات موجودة في واحد من أهم الكتب في ريادة الأعمال اللي هو فن البدء The Art of Start، فهذا حيكون المحور الأول اللي حنتكلم عنه اليوم. ثانياً سنتكلم عن التموضع، كيف يمكن أن أتموضع أنا في السوق قبل أن أبدأ وليس لما أبدأ وأبدأ استراتيجيات التسويق. سنتكلم أيضاً عن المحيط الأزرق وبعض استراتيجيات المحيط الأزرق اللي ممكن أنا أخذها في بناء فكرتي حتى أستطيع أن أستمر في السوق بشكل جيد. سنتكلم كيف يمكن أن نقيم الفكرة، وسنتطرق إلى الإبداع في تكوين الفكرة. طبعاً أنا قلت لكم هناك أساسيات لتكوين الفكرة في البداية، لكن الفكرة يجب أن تكون مقرونة بتوقيت صحيح. فإذا تيجي تقول لي شو أهم شيء في مشروعي لما أبدأ، بقول لك توقيت الفكرة، ليس الفكرة بذاتها. الفكرة قد تكون رائعة جميلة، لكن يمكن أن تكون سابقة لأوانها أو تكون لاحقة لأوانها. لذلك يجب أن تأتي فكرتك الصحيحة في التوقيت الصحيح. أنا أعطيكم مثال، السيلفي ستيك هذه اللي نحن نستخدمها كل يوم على موبايلنا، مين بقدر هيك بس يعني أنا حاب أخليها شوي جلسة تفاعلية من البداية، اللي حاب يتكلم ممكن يفتح المايك ويتكلم مباشرة أو يجاوب على الشات.
مين بيعرف متى تم اختراع هاي السيلفي ستيك لو سمحت؟ يلا اول واحد بيجاوب حاعطيه استشاره مجانيه. طبعا الاخوه المنظمين سجلوا انتم مين اول واحد جاوب، انا ما راح احفظ. يعني السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السياق انه فتره طويله. نعم، من الذي اخترعها؟ من سياق من سياق الكلام انه هي يمكن حديثا ظهرت السنوات الأخيرة. نعم. ولكن يبدو أنها لها سنوات، ولكن نعم. صح الفكرة هي عشرات السنوات لها. أول من اخرج في توقيت خلينا نحكي ممتاز لذلك شعات. صحيح، أول من اخترع السيلفي ستيك هم اليابانيين، واخترعوها على أساس أن الإنسان يستطيع أن يصور نفسه، لكن الكاميرات وحجم الكاميرات ووزن الكاميرات في تلك الفترة لم يكن مساعد على أنه هذه الفكرة تمشي، فإذا كان توقيتها خاطئ، لكن لما أجى توقيتها جيد هناك ناس استغلت هذه، استثمرت السوق واستثمرت وجود الموبايلات وأصدرت السيلفي ستيك. أيضا اليوتيوب هناك أفكار عظيمة جدا تخص البث عبر الإنترنت أو تخص الفيديوهات عبر الإنترنت قبل اليوتيوب، لكن الإنترنت والسوق لم يكن مساعد لانتشار مثل هذه الأفكار، لذلك فشلت تلك الأفكار. فإذا تسألوني عن أهم شيء، والدراسات أيضا في بعض الدراسات تشير إلى أن توقيت الفكرة هو أهم من الفكرة نفسه. فأحيانا ممكن يكون عندك فكرة، أنا متأكد أن أوبر هناك مئات بل آلاف الناس اللي فكرت بفكرة أوبر قبل أن يظهر أوبر، لكن أوبر هو الذي تطرق لهذه الفكرة نفذها في الوقت الصحيح، وكانت الظروف أيضا مساعدة في السوق. أتذكر أنا عندما كنت في الماجستير كنت أكلم واحد من أصدقائي الليبيين، تكلموا عن أزمة السير في مصر وكيف يمكن أن نحل يعني نحن أزمة السير في مصر، فكان ببالي أنه لو هناك آلية معينة يستطيع الناس اللي موجودين في مكان واحد يخبروا بعضهم أنه نحن نروح على مكان ثاني ويطلعوا مع بعضهم في السيارات يستخدموا نفس وسيلة النقل، يعني ما كانت فكرة أوبر ولكن كانت فكرة أنه نتشارك، أنا أطلع معك في سيارتك وأنت تطلع معي في سيارتي، لأنه مر علي حادثة أنه أنا كنت في إحدى الشوارع في كوالالمبور، هذا شارع مزدحم اللي هو شارع العرب، وكان صديقي أيضا في نفس الشارع كان في محل مجاور إلي، وأخذنا الاثنين تاكسي في نفس اللحظة وطلعنا على البيت نفسه في نفس اللحظة. طيب وين كنت يا ابن حلال؟ أنا كنت في الماليش، ما طلعنا مع بعض؟ فإجت هذه الفكرة، لذلك توقيت الفكرة مهم جدا. لكن نحن اليوم حنتكلم عن منهجيات تكوين الفكرة وكيف يمكن لنا أن نكون فكرة صحيحة من خلال الظروف اللي موجودة عندنا. هذا المبدع هو مؤلف كتاب The Art of Start اللي هو فن البدء، الكتاب مترجم باسم فن البداية أعتقد من جرير أو العبيكان، اسمه فن البداية، واعتقادي أن الترجمة خاطئة، هي فن البدء، يعني كيف أنت تبدأ وتتفنن في بداية مشروعك. يضع مجموعة من الأسئلة التي نستطيع من خلالها أن نقدم أفكار أو نبتدع أفكار جديدة، سأتطرق عليها بسرعة. أول سؤال أنه في هذه الظروف ماذا يمكن أن نقدم؟ والظروف اللي نحن نتكلم عنها أي ظرف يمر عليك في حياتك، أي فصل دراسي مر عليك في حياتك، أي فعالية رياضية تمر عليك في حياتك، ماذا يمكن أن تقدم في هذه الظروف لاستغلال الاستثمار، أنا أحب أسميها استثمار وليس استغلال، لاستثمار هذه الظروف لصالحك وتكون فكرة من خلالها. مؤسسين Airbnb استغلوا الانتخابات الأمريكية بأنهم بدأوا يبيعوا شيبس، واحد عليه صورة هيلاري كلينتون والشيبس الثاني، هم اثنين كانوا يبيعوا نفس الشيبس، والثاني يبيع عليه شيبس اللي هي البطاطا السادي عليها صورة أوباما، استغلوها أثناء التجمعات الجماهيرية اللي موجودة في الانتخابات وجمعوا مبلغ كبير جداً حتى يبدأوا فيه فكرتهم الأساسية اللي هي فكرة Airbnb. لذلك أنت دائماً فكر في هذه الظروف ماذا يمكن أن تقدم، الظروف التي يمكن أن تمر حتى على المدرسة نفسها، على الحي اللي أنت فيه، على المدينة اللي أنت فيه، فدائماً عقلك لازم يكون شغال في الظروف اللي ماشي عليك وماذا يمكن أن تقدم للناس قيمة أو تقدم لهم خدمة أو تقدم منتج جديد تستثمر فيه هذه الظروف. السؤال الثاني أنه هل هذا العمل مرغوب فيه أو هل يمكن أن يعمل؟ جزء كبير منكم ربما هو اليوم موجود خارج بلده، على سبيل المثال أنا سافرت من ماليزيا إلى تركيا وجدت كثير من الأطعمة اللي موجودة، طبعاً نحن قطاعنا المطاعم والسوبر ماركت
في ماليزيا. وجدت كثير من الأطعمة وكثير من المطاعم التي تقدم كثير من الوجبات اللي موجودة أصلا رائعة جدا، لكن غير موجودة في ماليزيا. فأنا أسأل نفسي السؤال، هل هاي الوجبة ممكن أنها تمشي في ماليزيا؟ وأنت يمكن أن ترى أي فكرة موجودة في العالم في أي مكان في العالم وتسأل نفسك السؤال التالي، هل هذا الشيء يمكن أن يعمل ببلدي؟ ممكن تقول لي، يعني أعطيكم أنا مثال إجي ببالي الآن، معليش عذرا على هذا المثال، أنا شفت أكلة مصنوعة من لحم غير حلال موجودة في بلد معين، هذه الأكلة ماشي في هذا البلد، طيب ممكن تمشي في بلدي؟ ممكن حد يجاوبني لو سمحتم؟ لا طبعا ما حتمشي. ليش ما تمشي يا حبيبي؟ ما حول اللحم اللي فيها مو حلال إلى حلال، هذه مصنوعة من لحم الخنزير، أنا بروح بصنعها من لحم البقر، نفس الفكرة. ممكن يعني إذا أخذت الفكرة بطريقة أيوة. ثانية ممكن، إذا لكن نفس لحم إذن الخنزير ما يمكنه. الآن نحن نتكلم عن فكرة معينة رأيناها في مكان معين، هذه الفكرة يجب أن دائما عقلية رائد الأعمال ما لازم تكون هي مرسومة 100% على شيء محدد، يجب أن أمحور الفكرة اللي أنا شفتها وأقرر أنه كيف يمكن أن أمحور هذه الفكرة حتى تعمل ببلدي. ممكن هذه الأكلة، خلينا من الحلال، يستخدموا فيها بعض البهارات الحارة جدا، ما بتمشي في بلدي، بروح بعدل على البهارات وبقدم نفس الأكلة اللي موجودة. ممكن يقدموا فيها منتج مأذي الطعمة تتناسب مع هذا البلد، بروح وأنا بفكر فيها. فالفكرة ليست أني أخذ الفكرة مثل ما هي وروح أطبقها، وإنما أشوف هذه الفكرة وأشغل عقلي بالطريقة اللي نحن قلنا فيها من البداية، إنه نحن بدنا نستثمر هذه الظروف ونكون منتج أيضا مرغوب فيه ببلدنا. إذن المنهجية الثانية هي، هل هذا المنتج اللي أنا شفته في أي مكان في العالم يمكن أن يعمل ببلدي؟ وأزيد عليها، كيف يمكن أن أحور هذا المنهج المنتج حتى يعمل في بلدي؟ المنهجية الثالثة إنه هل هناك طريقة أفضل يمكن أن أقدم فيها هذا المنتج، واللي هي تتطابق مع الكلام اللي إحنا قلناه قبل شوي، إنه هذا المنتج الآن رائع جدا لكن في طريقة ثانية أفضل من هيك أنا ممكن إني أقدمها. واللي سائد في ريادة الأعمال إنه نبحث عن مشكلة ولاقي لها حل. نعم صحيح، إنه نبحث عن مشكلة ولاقي لها حل، لكن الحل هو في تحسين الظروف الحالية، في تحسين الحلول اللي موجودة حاليا. لا تعلق عقلك بفكرة إنه أنا لازم أروح أبتدع شيء من الصفر حتى أحل المشكلة اللي موجودة. يعني اليوم أنا بدي أوفر بالطاقة اللي موجودة، هل أروح أخترع كهرباء جديدة موفرة في الطاقة؟ لا، أنا ممكن على الكهرباء الموجودة حالياً وأطور عليها. أنا اللمبات اللي موجودة حالياً اللي هي المصابيح الموجودة حالياً ممكن أروح أطور عليها وأقدمها بطريقة أفضل، فبكون أنا بذلك جبت فكرة أفضل من الفكرة السابقة. بذلك نكون أنهينا المنهجية الثالثة. أما المنهجية الرابعة، لماذا لا تقدم شركتنا هذا المنتج؟ هذه تخص الشباب الموظفين والشابات الموظفات في هذه الشركة عادة، وهذه أنا بتصير معي كثيرا. بيجيني شخص بيقول لي يا أخي عندكم المنتج الفلاني، والله نحن ما نقدم هذا المنتج الفلاني، لكن أنا مباشرة أسجل هذا المنتج وأروح أشوف إذا في إمكانية إنه شركتنا تقدم هذا المنتج، لأنه إذا ما نحن قدمناه هو حيروح يبحث غير عند غير عند منافسينا. فلذلك أي شخص موجود في أي شركة أو في أي مكان، حتى هو ممكن يسأل حاله إنه أنا هذا المنتج أحتاجه والمنتج هذا مو موجود، ليش ما أنا بشركتي أروح أو أنا بفكرتي أروح أجيب هذا المنتج وأقدمه لهذه الشريحة من العملاء؟ فأي منتج يتردد السؤال عليه بشكل كامل قد يكون منه فكرة رائعة أستطيع أن أستخدمها لمشروعي. المنهجية الخامسة، أي نقاط ضعف رواد السوق؟ بأي مجال أنت تعمل فيه هناك رواد في السوق، هناك هوامير في السوق، هناك ناس ماكل السوق، لكن هؤلاء هم غير كاملين، يعني كمال لله سبحانه وتعالى، فدائما عندهم نقاط ضعف. أروح وأحلل هؤلاء المنافسين وأشوف وين نقاط ضعفهم، أقدم نفس منتجاتهم ونفس خدماتهم ولكن أغطي نقاط الضعف اللي هم مو مغطينها. من الأمثلة اللي نحن ممكن نعملها، أنا دائما أحب أعطي مثال عالمي ومثال مبسط، لأنه أنا عندي قناعة أن ريادة الأعمال ليست فقط على المشاريع الكبيرة والضخمة وليست فقط على المشاريع الإبداعية اللي بدأت من صفر، وإنما ريادة الأعمال هي بالمايند سيت تبع رائد الأعمال. فأعطيكم مثال، شركة مايكروسوفت هي الشركة الوحيدة أو الشركة الرائدة التي كانت تقدم المايكروسوفت أوفيس اللي هو نحن هذا اللي أنا عم بشتغل عليه الآن حالياً. طبعا انا ماني شايف الشات، انا عم بشوف في بعض الشات اللي بيجي، فيا ريت انتم اذا في اسئله، نحن في معنا مجال طويل للاسئله،
ممكن تكتبوها كلها وبإذن الله سبحانه وتعالى أنا حجاوب عليها. طيب اللي حاب يعطي مقترحات، أنا شفت بعض المقترحات يعطي للأخوة الموجودين حتى يستفيدوا منها، أو ممكن تسجلوها إذا في عندكم أنتم منصة أخرى تسجلوا هذه الأفكار. طيب المثال الثاني اللي كنت عنده أنا اللي هو شركة IBM. طيب اليوم أنا باجي بشوف أي مطعم موجود في منطقتي، أي سوبر ماركت موجودة في منطقتي، خليني أعطيكم أنا مثال عملي موجود عندي، بروح بشوف شو اللي عاملينه كامل وشو نقاط الضعف اللي موجودة عندهم. وهذه من المنهجيات اللي نحن استخدمناها في ماليزيا هون لما بدأنا نحن في 2010، وجدنا أن الناس بحاجة لخبز، لكن ما في أي سوبر ماركت عربية تقدم الخبز اللي موجود في ماليزيا. والأستاذ إبراهيم اللي هو مدير عمران زارنا هو في ماليزيا وشاف السوبر ماركت، فروحنا نشوف شو في نقاط ضعف موجودة عند السوبر ماركت الثانية، نحن قمنا بتغطيته وفعلا أحدثت قفزات كبيرة ما بيننا وبين المنافسين حتى اللي بدأوا قبلنا. فمن المهم جدا أنه أنا أفهم المنافسين اللي موجودين في السوق وأفهم وين نقاط ضعفهم، أروح وأقدم نفس منتجاتهم نفس الشيء، ولكن أزيد عليهم بأني أغطي نقاط ضعفهم. من سلبيات هذه المنهجية أنك تحتاج رأس مال كبير، فلو يعني تحتاج رأس مال موازي لرأس مال منافسينك ويزيد عليهم. فاللي عنده فلوس كثير بإمكانه أنه يستخدم هذه المنهجية، أو اللي عنده إن شاء الله تحصلوا على تمويل كبير يمكن أن تستخدموا هذه المنهجية. المنهجية السادسة، معلش اسمحوا لي بالقهوة لأنه نحن الساعة عندنا 12:30 في الليل. المنهجية السادسة أنه هذه الطريقة ممكنة، لماذا لا نفعلها؟ دائما عندما تبدأ بفكرة جديدة وعندما تأتي بفكرة غريبة راح تقول لك الناس أنت مجنون، هذه الفكرة بتمشي. لما الناس تقول لك مجنون أنت وقف وتأكد أنه فكرتك هي قابلة للتطبيق، لكن روح بقول لهم ليش أنا مجنون؟ لأنه هيك هيك ما بصير. بروح بشوف الحكي اللي قالوا لي إياه، النقد اللي قالوا لي إياه، وأروح أعدل تماما بمثل ما قالوا لي، بحيث أنه أنا أخليها ممكنة، أخليها مجنونة ولكن خليت مجنونة متطابقة مع الواقع. أنا بس بدي أعمل هيك شيء بسيط من الأشياء اللي تحتاجوها أنتم أيضا أن تتعلموا منهجيات العصف الذهني ومنهجيات توليد الأفكار. من منهجيات توليد الأفكار، أو عفوا من أدوات توليد الأفكار، هي طريقة العصف الذهني. العصف الذهني أنتم ابحثوا عنه، أكيد الشباب ممكن يساعدوكم بهذا الشيء، لكن أنا حأمشي الآن أعطيكم مثال معين. أنا من أختار مدينة ما فيها بحر، مثلا دمشق على سبيل المثال. كيف يمكن أن نبيع سمك بحري طازج الناس تصيده في دمشق وتشويه في دمشق؟ اليوم أنا بدي أخلي الناس تيجي تصيد سمك بحري في دمشق، تصيد سمك بحري في دمشق وتشويه مباشرة في دمشق وتأكله مباشرة في دمشق. مين يستطيع أن يعمل ذلك؟ بإمكانكم أنكم تكتبوا، تعطوني الأفكار، اكتبوا أي واحد عنده فكرة يعطينا إياها. نعم، هي بدأت مجموعة من الاقتراحات على الدردشة دكتور. جميل، مو مشكلة، أنا شفت. نعم، مزرعة سمك، أوكي، مزارع سمكية، برك مائية. طب هذه يعني ما فيها هيك، بدي إبداع فيها. دمشق بعيدة عن البحر، لا نستطيع أن نستجر مياه البحر، ولكن أيضا يعني طيب أعطوني لو سمحت. يلا الكل بدي يشارك يا جماعة، ما في رائد أعمال ساكت في الحياة بالطائرة، بدي الناس تصيدوا. طيب أنا بدي أسويها مجنونة أكثر، عندها جسور. يلا برافو يا نظيرة، تربية السمكية في قلب الصحراء الجزائرية، جميل. أعطوني أفكاركم أنتو، سوبر ماركت السمك هذه رائعة. إبراهيم، على فكرة من أدبيات العصف الذهني أن لا نشجع أي فكرة ولا نذم أي فكرة، ولكن الآن أنا بدي إياكم تولدوا أفكار. نعم، مدينة مائية عندها حدائق، أعطيني بعد. طيب يا أخي أنا بدي أبيع كل يوم بحارة بدمشق، بدي أبيع كل يوم بحارة، حوض سمك متنقل، بحيرات فوق أسطح المنازل، كل يوم بدي أبيع بحارة.
مطعم ثقافي، مسابح متنقلة، نعم حلو، مطعم عرب، سمك ممتاز جدا. أوكي يلا أعطوني أعطوني، لسه ما قررنا شو أفضل فكرة موجودة عندنا. يلا تاكسي السمك، مسمكة متنقلة. بعد بعد في ناس ما شاركت، أو اللي شارك ممكن يعطينا فكرة ثانية. يلا معاكم بعد دقيقة. ها دار ضيافة ريفية، جميل حلو، فان سمك متنقل. طيب يا أخي أنا بدي الناس كمان تشوف السمك وهو عم يسبح، يعني واحد يقول أنا بدي أصيد هذيك السمكة. حوض زجاج، عربة متنقلة، أوكي أكواريوم متنقل، جميل حلو جميل. الله يعطيكم العافية، ما شاء الله كلكم أبدعتوا وكلكم أدليتم بدلكم حتى تصطادوا فيه سمك، جميل جدا، الله يعطيكم العافية. خلاص صح كافي، ما شاء الله مبدعين. حد بعد يعطي؟ أوه مين هذا اللي جاب الفكرة؟ وائل. وائل فكرتك والله رائعة جدا. شوفوا هذه الآن لو استمرينا نحن كمان نص ساعة نستطيع أن نخرج بفكرة إبداعية جدا أن الناس تأكل سمك بحري في دمشق. شوفوا الفكرة اللي إجت بالأخير اللي هي من وائل، ما شاء الله عليك يا وائل. طبعا ما شاء الله عليكم كلكم، من أدبيات العصف الذهني حتى تتعلموه، لا نمدح أي فكرة ولا نذم أي فكرة، نحن نحتاج عدد كبير من الأفكار وبعدين نقرر مين أفضل فكرة قابلة للتطبيق. لكن شوفوا الفكرة اللي جابها وائل، هو دمج التكنولوجيا اللي موجودة حاليا مع الحاجة اللي نحن نحتاجها. نعم أنا ممكن أسوي صيد سمك افتراضي، ممكن أخلي الناس تعال إحنا عندنا سمك حقيقي ويمكن أنك تصيد يعني بطريقة محددة. أكيد إذا فكرتوا بهذه المنهجية، الفكرة كانت بالبداية مجنونة وخاطئة أنه أنا بحر بدمشق والناس الصيد ما بينفع مثلا. لا بدي الناس الصيد يا حبيبي يا محمد. أوكي فالفكرة اللي أقولكم إياها إنه ما في فكرة صعبة وما في فكرة مستحيلة، يعني إنه أنا كيف بدي أجيب البحر على دمشق وإني أبيع فيه بشكل كامل. الآن الفكرة أصبحت ممكنة قابلة للتطبيق. طيب أنا إذا درست الفكرة بشكل صحيح إذا أنا فعلا قادر أن أقدم فكرة جميلة أستطيع من خلالها إني أبدأ فكرة مشروعي. هذه المنهجيات، هناك منهجية سابعة ما أعرف إذا هي مصنفة ولا لا، ولكن هذه المنهجية بدي أشوف أول شيء كم عدد الإناث إلى الذكور عشان نعرف نحكي. أوكي أحمد أحمد أحمد. طيب ال 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 نقل نقاط القوة من جهة إلى أخرى، هذه مو موجودة يعني بالسلايدات، أنا حبعث لكم السلايدات لكن بإمكانكم أنكم تكتبوها. نقل نقاط القوة من جهة إلى أخرى تعتبر من أفضل المنهجيات اللي ممكن نحن نستخدمها حتى نولد أفكار جديدة. يعني فكروا اليوم في أي عمل تجاري وين موجودة نقطة القوة. مثال حتى أسهل لكم الموضوع، إنه الجامعات اليوم إذا نسينا إنه الطالب نحن هو أساس الجامعة، ولولا الطالب لا تقام الجامعة، من أقوى؟ من الذي يستطيع أن يرفض الآخر في المجتمع في الحقيقة؟ الطالب أم الجامعة؟ الجامعة طبعاً. من الذي يستطيع أن يحدد معايير القبول؟ الطالب أم الجامعة؟ الجامعة طبعاً. جامعة بجميع الأحوال الجامعة أقوى بحكم السلطة، بحكم أنه هذه جامعة حكومية، بحكم أنها جامعة خاصة. إذن الطالب هو في موقف ضعيف. فكروا كيف يمكن أن تنقلوا نقطة القوة هذه اللي موجودة عند الجامعة إلى الطلاب، تماماً مثل ما تم نقل نقطة القوة من المطاعم إلى شركات التوصيل. اليوم شركات التوصيل في كثير من الأحيان أصبحت أهم من المطاعم. أي واحد اليوم يفكر بده يطلب طعام هو بيته ما عاد فكر بالمطعم، فكر في التطبيق اللي حيستخدمه. إذن تم نقل نقطة القوة الأساسية من المطعم إلى التطبيق، وأنتم يمكن أن تنقلوا نقطة القوة من الجامعة إلى الطالب، وهناك أفكار كثيرة في ذلك. عندي بعض الأصدقاء يعني بدأوا في هذا الموضوع فعلا. كيف يمكن أن أنقل نقطة القوة من مؤسسات البحث العلمي إلى الباحثين العلماء اللي هم بيكتبوا هم بيتعبوا؟ أنا اليوم أكتب بيبر علمية محكمة 100%،
اروح اقدم على الـ 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 شركات النشر العلمي، يقول لي لا بدك تدفع 2000 دولار حتى انشر لك البيبر تبعي، وبعدين بعد ما تدفع 2000 دولار انا بدي اروح ابيعها، كل بيبر انا ببيعها اللي هي الورقه العلميه، كل بيبر انا بدي ابيعها ب 20 دولار، انت مالك علاقه عندي، تتنازل عن كل الحقوق. اذا هذه نقطه قوه موجوده عند شركات البحث العلمي، لماذا لا تنقلوها للطلبه؟ هناك ايضا نقطه قوه موجوده عند النساء، لماذا لا تنقلوها، عفوا عند الرجال، لماذا لا تنقلوها عند النساء؟ هل نستطيع ذلك؟ نقطة القوة اللي موجودة عند الرجال بدنا ننقلها للنساء. ما هي القوة؟ نقص القوة. ها؟ طبعاً طبعاً. نستطيع صح؟ والله ما حد قادر يحكي، شو القصة؟ من ناحية القوام ولا وش من ناحية؟ نقطة القوة اللي هي المتحكمة في المنزل، عفوا مين هو المتحكم؟ احنا بدنا ننقلها من الرجال للنساء صح؟ الرجل هو قوام على النساء، نستطيع نقل ذلك؟ لا مش بهاي، مش بهاي الطريقة. ما نستطيع، لأن المرأة هي المتحكمة، هذا فقط على سبيل المداعب والمزاح حتى نصحصحكم، لأنكم صار لكم تقريبا نص ساعة معنا. فدائما فكروا بنقل نقاط القوة من جهة إلى أخرى، فهذه من الأفكار، هي الفكرة السابعة، غير موجودة بإمكاننا أنه فعلا نحن نستخدمها. طيب اليوم أنا بعد ما أبدأ بكل هذه الأفكار اللي ذكرتها في البداية، يجب أن يكون لدي التموضع اللي هي بيسموها باللغة الإنجليزية sweet spot، اللي هي مكانة حلوة، مكانة جميلة في السوق. هذه المكانة لا يمكن أن تأتي لأي شخص مهما كان مشروعه إلا إذا كان عنده هذه الأمور الثلاثة. يجب أن يكون عنده طموح عالي، أي شخص بلا طموح لا يستطيع أن يحقق أهدافه. يجب أن يكون عنده خبرة في هذا المجال، يفهم فيه اللي هو بده يشتغل فيه، وأيضاً يجب أن يكون هناك فرصة في السوق. فإذا ما عندي فرصة وعندي طموح وعندي خبرة ما ينفع أصلاً. يعني اليوم أنا شخص عندي ابني على سبيل المثال يقول لي أنا بدي أصير مثل رونالدو، هذا طموحه عالي جداً، وهو لاعب 100% يستطيع أن يلعب، لكن وجوده في المجتمع العربي ما في أمامه فرصة أنه يصبح بشكل حقيقي لاعب في هذه المرحلة. فأنا هون بدي أبدأ أفكر كيف يمكن أن أخلق فرصة، هل أهاجر، هل أنه فعلا أتعب عليه في بعض الأندية العربية، هذا كمثال بما يخص الأطفال. يعني على سبيل المثال أنا عندي طموح عالي وعندي خبرة في البرمجة، وأستطيع أنه أنا بدي أعمل برنامج أو تطبيق يعمل في إحدى الدول العربية اللي ما فيها إنترنت. طيب ما في إنترنت، إذن ما في فرصة، كيف يمكن أن تخلق هذه الفرصة؟ فتأكدوا من وجود هذه الأمور الثلاثة بالنسبة لكم. طيب المحيط الأزرق هو واحدة من المنهجيات اللي استطيع من خلالها اختراق السوق بشكل كبير جدا. المحيط الأزرق هو في عليه كتاب أيضا اسمه Blue Ocean Strategy، اللي هو استراتيجيات المحيط الأزرق، كمان مترجم في جرير أعتقد باسم استراتيجية المحيط الأزرق. كيف يمكن أنه أنا أستخدم الوضع الحالي وأجد ضمن المحيط الأزرق، عفوا خليني أشرح لكم بشكل بسيط، المحيط الأزرق هو المحيط الحالي اللي موجود، هو المحيط الأحمر اللي هو فيه كثرة دماء، اقتتال المنافسين مع بعضهم بشكل كبير جدا. فكيف يمكن أن أجد في محيط الأحمر في هذه المنافسة أن أجد محيط أزرق أسبح فيه لوحدي؟ أعطيكم بس أمثلة سريعة جدا. شركة كوداك هي واحدة من أكبر شركات العالم في التصوير والأفلام، كيف اخترقت هذا السوق وكيف تفوقت على منافسيها في هذا السوق؟ بنرجع لبداياتها، شركة كوداك هي شركة عندها خبرة كبيرة في الكيمياء، اخترعوا نترات الفضة، استطاعوا من خلالها أنه يقدموا الصور بطريقة أرخص أو بثمن أرخص من المنافسين، فراحوا ما نزلوا الأسعار، راحوا يزيدوا بالدعاية، يزيدوا في التوسع حتى انتشروا على مستوى العالم كله. ليش؟ لأنهم عملوا شيء في المحيط الأزرق، واحدة من استراتيجياته تسمى قيادة الكلفة، بمعنى خفضوا تكاليفهم إلى أقل حد ممكن، واستطاعوا بذلك التفوق على المنافسين. فلو سمحتوا قبل ما تفكروا أنتم بالفكرة بشكل عام، اطلعوا على استراتيجيات المحيط الأزرق وكيف يمكن أن تقدموا الأفكار الحالية بطرق أفضل من ذلك. الفكرة مهما كانت يجب أن يكون هناك إبداع في تكوين هذه الفكرة. الفكرة مو برستيج إنه أنا والله رائد أعمال وأنا عندي فكرة مشروع وهذه الفكرة رائعة ويمكن أن تنجح وأنا اليوم موجود في عمران، مو برستيج هذا.
الفكره لازم يكون في لها معنى. وبالبدايه انتم لا تفكروا انه احنا كيف حنحصل المال، ابحثوا كيف نصنع معنى لهذه الفكره من البدايه. فاذا كانت فكرتكم ذات معنى، تحل مشكله حقيقيه، تقدم حاجه حقيقيه في السوق، نعم هي التي ستصنع لك الثروه بشكل كبير. من الاشياء اللي تخليك انت تبدع في تكوين هذه الفكره انك تفكر وكانك ستغير العالم. يعني اليوم اعطوني واحد من الامثله عن المشاريع اللي موجوده، اي شخص حاب يعني يكلمني بس هيك عن مشروع يقول لي يعني مشروعي كذا. انا مشروعي بنك الانسانيه، وده يعني عايزه اغير بيه طريقه العمل الانساني على مستوى العالم. بدل ما هو شكل جمعيات ومؤسسات انا شايفاها كانها صناديق مغلقه مش عارفه توصل لرجل الشارع العادي، لا نقلبها لبنوك انسانيه زي ما الناس بتفتح حسابات بنكيه لرصيدها المالي، تفتح لرصيدها الانساني، وبالتالي يبقى بدل الشكل العادي بتاع جمعية مؤسسة لا يبقى بنك إنساني، وبالتالي هيبقى ليه فروع في كل العالم. يعني مثلا لو في مصر هيبقى بنك الإنسانية بتاع مصر للمصريين وليه فروع في كل العالم، وبالتالي جميل ونفس الفكرة دي ممكن يبقى في بنك قطر، بنك الإنساني القطري، بنك الإنساني جميل العماني البريطاني، رائع وكده جدا. نغيره على مستوى العالم. إذا هذه الفكرة، أنت ما شاء الله عليك مبلشة إنك ناوي تغيري العالم، يعني ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية. إذا تفكيرك على مستوى العالم، مهما كان مشروعك يبدأ صغير في البداية، ولكن خلي العالم كله هدفك. حتى لو ما كان عندك النية إنك تصيري على مستوى العالم، لكن أنا يمكن أن أصنع هذا المشروع على أعلى المعايير العالمية اللي موجودة. فبرافو عليكي ما شاء الله، انت مبلشه يعني وانت بدك تغيري العالم. انا في شفت كمان شخص ثاني رفع ايده اللي هو عبد الرحمن، كانه تفضل يا عبد الرحيم. عبد الرحمن نعم تسمعوني؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الرحمن العيد من الجزائر، 22 سنه. مشروعنا هو منصه للاطفال الصغار تسمى منصه بذرة، هدفها هو صنع الكرتون للاطفال، بحيث أنه ننطلق من أفكار أطفالنا ونحولها إلى كرتون. نستخدم تقنيات جديدة ظهرت مؤخرا في السوق تسهل صنع الكرتون. يعني ربما ليس الهدف من الفكرة تغيير العالم، ولكن تغيير حالة طيب. العربي حلو جميل جدا. أنا اليوم أنت ما بدك تغير العالم، أنا بدي إياك تروح تفكر مين أكبر واحد يشتغل يعني على نفس مشروعك، قريب من مشروعك، أكبر واحد في العالم مين؟ عندك منافسين؟ في العالم توجد شركات مشهورة مثل ديزني أو بيكسار أو هذه الشركات الكبرى. رائع جدا. بروح بشوف شو التقنيات اللي استخدموها، شو المنهجيات اللي استخدموها، شو الديزاينات اللي عم يستخدموها، شو استراتيجياتهم في التسويق اللي عم يستخدموها، بروح بطبقها على مشروعي مهما كان مشروعي صغير. إذا أنا بدأت أفكر بالعالمية على مستوى مشروعي. عرفت كيف أنا بدي أفكر وكأني سأغير العالم؟ ما بدي اروح انا انشر المنتج في العالم، لكن انا بروح اشوف ديزني كيف عم بتسوق، بسوق مثلها، شركه بيكسار كيف تصنع وما هي المنهجيات اللي تتبعها، ما هي الاستراتيجيات اللي تولد فيها منتجات، واستخدم نفس منهجياتهم على مستوى مشروعي الصغير. اتفقنا يا عبد الرحيم؟ عبد الرحمن عفوا. مين نعم حد غيره حاب يقول لي فكره مشروع؟ انا بس بدي اوضح لكم الفكره انه كيف انا بدي افكر اني اغير العالم. السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا اختي. استاذ فداء من غزه، فداء احمد، منسقه اهلا وسهلا مدرسه جسور الامل للاطفال ذوي الاعاقه. ما شاء الله عليك. المدرسه بدايه مشروعنا في المدرسه كان مكون من 15 طالب، في خلال عام الى ما بين عام الى عامين اصبح لدينا تقريبا قرابه 120 طالب وطالبه من ذوي. ماذا يعمل مشروعك لو سمحتي؟ ماذا يعمل؟ ماذا يقدم؟ مشروع خدمات متكامله للاطفال ذوي الاعاقه بجانب خدمه التعليم. طيب. يعني تعليم. أوكي. ما هي اكبر منصه تقدم نفس خدماتكم ومنتجاتكم في العالم؟ في منصة في قطر
اللي هي مركز له مركز الشفلح تقريبا خدمات على مستوى يعني عالي جدا. جميل جدا. أروح بشوف هذه المنصة إن كانت في قطر ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا أي مكان في العالم يا أختي فداء. بشوف شو التقنيات اللي هم عم يستخدموها، ما هي الاستراتيجيات اللي بيتبعوها مع الأطفال، من هم الأطفال اللي هم عم يستهدفوهم أو بيقدموا لهم هذه الخدمات، وأفكر بنفس طريقتهم وأحاول أن أنافسهم حتى لو لم يكونوا منافسيني الحقيقيين. إذا اتضحت الفكرة، إذا اتضحت اكتبوا لي واحد بالله لو سمحتوا، اللي هي كيف أنا ممكن أفكر وكأني سأغير العالم. طيب أنا بس نعطي نعم تفضل عزيزي. طيب نحن فكرتنا قطوف، قطوف نعمل على تطوير العمل التطوعي بمثابة هناك فجوة كبيرة في مشكلة أو في إعلام أو تسويق المشاريع الإنسانية والتطوعية في تشاد، فنحن نحاول فقط نطور البيئة العمل التطوعي أو ما نسميه بالقطاع الثالث في تشاد. أعتقد أن الفكرة هي ليست هناك منافس، لأننا لم نحصل على نموذج مسبق لعملنا، فنحن فكرنا في أننا نحل هذه المشكلة. جميل. اليوم أنت إذا ما عندك منافسين، إذا أنت المفروض يكون إذا كانت فكرة قابلة للتطبيق أمامك فرصة كبيرة جدا. أنا يعني هذا جزء من الحوار اللي نحن نتكلم فيه. أنت تروح تفكر الجهات اللي أقرب جهات، يعني أكيد هناك جهات في العالم تحاول تطوير العمل التطوعي بطريقة أو ما بروح أشوف موقعهم، يعني بأبسط طريقة أفضل شركة في العالم تحاول تطوير العمل التطوعي أو أي شركة تطوعية بالعالم بروح بعمل موقعي مثل موقعهم، بروح بشوف شو الاستراتيجيات اللي يجمعوها للتمويل لأفكارهم وبستخدم نفس استراتيجياتهم. بذلك أنا أعتقد أنه الفكرة أنه نحن سنغير العالم، فكر فقط في التفكير حتى لو كان مشروعك على مستوى منزلك، فكر بأفضل تقنيات العالم. من الأمثلة نعطيكم مثال يعني حصل معنا، نحن لما فتحنا السوبر ماركت في ماليزيا، هذه السوبر ماركت صغيرة جدا يعني كانت، ولكن الطريقة اللي نسوق فيها تماثل طريقة كارفور، تماثل طريقة بندا والعثيم في السعودية، طريقة العرض أيضاً نروح نشوف شو الطرق والمنهجيات اللي يستخدموها. المواد لما أروح أجيب مواد جديدة أروح أبحث بموقعهم ما هي المواد الجديدة اللي هم عم يضيفوها وأضيفها للسوبر ماركت تبعنا بماليزيا، وفعلاً هذا الشيء أحدث فرق كبير جداً. فلو أردت أنك تفتح مطعم وجبات سريعة اليوم لا تروح تنافس منافسك اللي موجود في الحارة عندك، هذا يعني من الأكبر خطأ أنك أنت تروح تنافسه. روح شوف شو بيشتغل ماكدونالدز وكي اف سي وبيشتغل البيك بالسعودية، وحاول كل شيء يطبقوه طبق نفس طريقتهم، فيجب أن تكون فكرتك إبداعية حتى أحصل على فكرة جميلة جدا. طيب بعد ما أنا حصلت على هذه الفكرة، اللي عنده أي سؤال يكتبه يا جماعة معانا، نحن إن شاء الله وقت يعني مناسب بإذن الله للحديث والحوار. عندي كثير من الأمور أحتاجها حتى أقيم فكرتي. أنا إذا بدأت بهذه الفكرة ووصلت إلى فكرة فعلاً اقتنعت أنه هي الفكرة وطبقت عليها منهجيات اللي سبقناها، وجدت أنه هذه الفكرة هي فعلاً فيها تموضع ومكانة وفيها محيط أزرق موجود أستطيع من خلاله أخترق السوق وأبدأ أفكر بطريقة إبداعية، أنا لازم أبدأ أسأل نفسي الأسئلة التالية. طيب هذه الفكرة لازم يكون واضح عندي شو الأهداف اللي أنا المرجوة من هذه الفكرة، ما هو العائد اللي أنا لازم أربحه من هذه الفكرة، يعني العائد علي، يعني أنا اليوم صرفت 100,000 دولار، متى ستعود هذه 100,000 دولار؟ طيب ما هي تكلفة إنتاج هذه الفكرة أو المنتج اللي أنا حاب أقدمه للناس؟ ما هي الأرباح اللي أنا بدي أحققها؟ وإذا كان مشروع كبير جدا أنا ممكن أفكر بالأسهم المالية وأفكر أيضا بحركة السوق. أيضا أفكر ما هي الإمكانيات اللي موجودة عندي تساعدني في تطبيق فكرتي الداخلية والخارجية، يعني على مستوى الشخصي، على مستوى فريقي، على مستوى السوق اللي أنا موجود فيه. ممكن أنا اليوم بدي أبني مصنع لإنتاج الكمامات، هذه كمامة اليوم الماسك، لكن أنا ما عندي إمكانيات موجودة في دولتي أو مدينتي، فلازم أبدأ أفكر بالإمكانيات الخارجية اللي أنا أجيبها، وهذا ما يسمى بسلاسل التوريد. يعني إذا كان أنتم عندكم دورة متقدمة في تأسيس المشاريع ممكن أنكم تأخذوها. أيضا هل هذه الأشياء اللي أنا بدي أقدمها هي حديثة لأول مرة تطرق أم هي متوفرة؟ بعض المشاريع قلتوا لي في لها مشابه، بعض المشاريع
هذه موجودة 100% لكل مرحلة من هذه المحاور، مرحلة من هذه المراحل لها استراتيجية وطريقة مختلفة للتعامل معها. أيضا أفكر من هم المتأثرين، يعني هذول اللي بسموهم الستيك هولدرز، المتأثرين. لما أنا أدخل على السوق أنا عندي عملاء سأقدم لهم منتج، وعندي موردين راح يجيبوا لي أنا بضاعة ومواد أولية، وأيضا عندي منافسين في السوق، هذول كلهم لازم أكون عارفهم وأنا أقيم فكرتي. فلا تقولوا الفكرة جاهزة، نحن بدنا ننطلق اليوم. عندنا أيضا ما يسمى بتقييم الفكرة. فعندكم هذه الأسئلة مهمة جدا بالنسبة لكم، طبعا السلايدات حنبعث لكم إياها، وإذا في أي سؤال على أي نقطة فيها ممكن أنكم تأخذوها. فهذه الأشياء كلها لازم تكونوا عارفينها وأنتم تنشئوا الفكرة وتكونوا الفكرة بشكل كامل. طيب، هذه كمان هيك يعني منهجيات بسيطة بتمشوا عليها أنتوا، اللي أنا لما بدأ أجي أفكر بالأفكار لازم يكون عندي إما منتج أو خدمة، أو يكون عندي نموذج عمل كامل أبنيه حتى أصنع منه فكرة كاملة. بعد ذلك لازم أقوم بتقييم واختيار الأفكار اللي موجودة عندي. هذا الحكي اللي حكيناه هون أنا ممكن أولد حتى 10 أفكار. طيب برجع بقيم الأفكار، أي فكرة من هذه الأفكار اللي طلعت معي تستحق التطوير؟ طيب مين اللي راح يطورها؟ ولمين راح نطور هذه الفكرة؟ ما هي المصادر اللي راح يتم توفيرها؟ أنا حتى أقدم هذا الكأس أحتاج كثير من المواد الأولية، أحتاج كثير من الناس اللي تشتغل معي. توكم كنتوا تقولوا أنتوا، أنا شفت على الشات إنه والله نحن نحتاج رسامين، نحن ما عندنا رسامين، بدي رسامين. إذن هذه من الموارد اللي لازم تفكروا فيها أنتوا وأنتوا تأسسوا فكرتكم. أحياناً واحدة من الموارد ممكن يخليك توقف عن فكرتك كاملة. وأيضاً من الذي سيقوم بتوفير هذه الموارد؟ الأفكار ممكن أنا أشتري فكرة كاملة أو أبنيها من الصفر. يعني أنا ممكن شفت منتج موجود في إسطنبول، أنا ممكن أفكر بشراء هذا المنتج وأبيعه ببلدي، فتكون فكرتي هي استيراد هذا المنتج، أو أنه أنا أبدأ وببناء هذا المنتج نفسه. أنا اليوم شفت مطعم رائع جداً في كوريا، هل ممكن أشتري منه نظام الفرنشايز؟ طيب هل هذا المسار اللي هستخدمه تنموي مستدام، يعني هو مشروع تقليدي وأنا بدي شوي شوي أتفوق فيه على المنافسين، أم هو ابتكاري اللي هو يسمى مشروع مزعزع؟ لما إجا أوبر وإجا على العالم عمل زعزعة في سوق سيارات الأجرة، بدأوا يتأثروا أصحاب الأجرة، فهل هذا المنتج ابتكاري لأول مرة؟ طيب المقاييس اللي موجودة عندي، ما هي الخطوات اللي لازم أتبعها، وما هي الحوافز اللي تخليني فعلا أنا أصر على هذه الفكرة؟ هذه الأمور لازم يكون عندك فهم ممتاز جدا بالنسبة إلها قبل أن أبدأ بمشروعي. هي أمور بسيطة جدا، ما هي يعني مثلا استراتيجيات حماية الملكية اللي موجودة عندك، إنه أنا عندي فكرة، هل حميتها فكريا؟ طيب إذا حميتها فكريا، هل الدولة هذه إذا واحد راح قلد هذه الفكرة بتحميني؟ طبعا أنت مسجل فكرتك، لكن إحنا ما عندنا، إذا سجلت فكرتك ممنوع حد يساوي مثلها تماما. فلذلك قلت لكم مهم جدا، اللهم صل على سيدنا محمد، مهم جدا أنه تكون سرعة التنفيذ ووقت التنفيذ أيضا مهم جدا بالنسبة إليك. مثلا أنا لازم تكون واضحة بالنسبة إلي استراتيجيات التسويق اللي أتبعها حتى أنشر المنتج، وهذه كلها أشياء بسيطة يعني ممكن تأخذوها أنتم في دورات أخرى مع الشباب. أنا شفت في جزء من الدورات يغطي هذه الأشياء اللي تحتاجوها، لكن أنا بيظل عندي شيء هذا اللي حأعطيكم إياه هو من واقع الخبرة العملية، وهذه المنهجية اللي أنا أحكي لكم إياها أنا لأول مرة أتكلم فيها، يعني هذا إكراماً لكم وإكراماً للأخوة اللي موجودين في عمران، وهذه المنهجية تتبعها وأشرح لكم إياها. لذلك طلبت الوايت بورد اللي تتبعها MIT اللي هو واحد من أكبر المراكز العلمية اللي موجودة في العالم، راح أشرح لكم إياها بشكل كامل. فاليوم أنا عندي فكرة، وأحياناً الفكرة ممكن تكون كبيرة. طيب السؤال هو بيقولوه بالإنجليزي، نحن ترجمناه للعربي، ترجمناه كامل، بيقولوه How you can eat an elephant، يعني كيف تستطيع أن تأكل فيل بالإنجليزي، نحن ترجمناه كامل يعني بالمعنى كمان، يعني كيف تستطيع أن تأكل بعير اللي هو جمل كامل. الجواب بكل اختصار لازم أجزأ هذا البعير أو هذا الجمل، وجزأ هذه المشكلة إلى عدة أفكار، إلى عدة خطوات لازم أتبعها. فلا نقول نحن بنروح نطبق فكرتنا كلها بيوم كامل، وحشرح لكم هذه المنهجية، وياريت هذا الأمر اللي أنا حأحكي لكم إياه
لو سمحتوا تسجلوه عندكم، لانه اشوف كيف راح اشرح لكم اياه. اشوف انه السلايدات قلت لكم انا عديت تخصيصا لكم. طيب برجع. اوكي دكتور، بدي بس استخدم نعم. الله يعطيك العافيه يا ربي. الله يعافيك سيدي الكريم. تقريبا كم ممكن ياخذ معنا وقت هذا الشرح؟ انا باقي عندي هذا اخر سلايدين يعني، بس باقي الشرح ممكن اشرحه يعني بعدين لاحقا اذا بتحب. لا 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 الان مو مشكله، الان يعني معنا وقت، معنا خمس دقائق قبل محاضره الدكتور. عفوا انا اسف، راح اشرحه مباشره. هذه الفكره اللي انتم لازم تتبعوها. انا اسف، انا لانه قالوا لي مو مشكله، توكلنا على الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اشرح لكم اياها فقط بشكل سريع جدا. يس، شوفوا انتم لما تيجي تبداوا في السوق دائما امامكم شيء يسمى السوق المتاحه. السوق المتاحه انت كل شيء هذا ما يسمى بالسوق المتاح. لو سمحت بس انور نزل ايدك لو سمحت، انا ماني قادر جاي. اوكي، هذه السوق المتاحة. السلام عليكم. تفضل تفضل يا دكتور، تفضل. واضح الصورة، تفضل. الآن واضح؟ أوكي، بشكل سريع، هذه السوق المتاحة لما تيجي تقول لي أنا أريد أن أستهدف الطلاب اللي موجودين على سبيل المثال في مدينة الدوحة أو في قطر، أنا لازم أقول لك يا أخي العزيز هؤلاء الطلاب اللي أنت بدك تستهدفهم هم بأي فصل، بأي مرحلة دراسية أنتوا لازم تستخدموها. فلازم تحدد مثلاً الأعمار، لازم تحدد المنطقة الجغرافية. فكل ما قدرت تحدد شريحة عملائك بشكل صحيح جداً حتى تصل، يعني اليوم أنا بدي بس شخص واحد يمشي معي بشكل سريع جداً، يعني يكون مشروع واضح بالنسبة له. يعطيك العافية دكتور. تفضلي يا أنوار. أعطيني لو سمحت. مشروع لاي ذا واي أكاديمية أونلاين. أنا برأيي أنا. من هم عملائك؟ جاوبي على أسئلتي بس لو سمحت. اليافعين من عمر 14 إلى 20 سنة. طيب يافعين من 14 إلى 20 سنة. طيب ما تقدري تعطيني أكثر فئة ممكن تسجل معك مباشرة؟ من 14 إلى 18 سنة. من 14 بدي كمان تصغريها شوي. تماما، هم انهوا المرحله الاعداديه ومنطلقين الى المرحله الثانويه وسيحددوا يعني مسارهم. يعني من 14 صاروا، يعني اتوقع 15 سنه 16 سنه. طيب صاروا من 14 الى 16. فالان انا ابدت واضحه مني، هذا هؤلاء الجماعه وين بيعيشوا؟ هي هاي الفكره، هي اكاديميه اونلاين والمفروض تنطلق للوطن العربي جميعا. إذا الجغرافيا غير مهمة بالنسبة لك، تستثنيه مباشرة. ما هي الحالة المادية بالنسبة لهم؟ جيدة، ولكنهم لم يحصلوا على فرص تعليم ممتازة كالمدارس الدولية. طيب جيدة، أيوة. طيب هؤلاء جماعة جيدة وما حصلوا على فرص التعليم، هل آبائهم عندهم فكر تعليمي؟ المفروض نعم، المفروض نعم، لأنهم هم من سيسجلون. نعم. الآباء. أفكر بكل الظروف المؤثرة على مشروعي وأقوم ببناء شيء يسمى البرسونا. أنا بدي إياكي لأنه هذول الفئة مو هي فئتك المستهدفة، هي آبائهم. ممكن تصفي لي بشكل دقيق جدا يعني صفات أب من آباء هؤلاء الفئة؟ تمام، أولا هو أب منفتح على تغيرات العصر ولا يؤمن بمعنى الوظيفة القمة أو التخصص الأكاديمي القمة. جميل. عمره حريص يا جماعة اللي موجودين معي لو سمحتي، يا اللي موجودين معي دائما هي لما تقول صفة فكروا على واحد بمنطقتكم أو بحارتكم يعني عليه نفس الصفات تنطبق. حريص على نعم، حريص على أبنائه وعلى مستقبلهم بما يتناسب معهم هم والمستقبل أو العالم الذي يعيشون به وليس حسب فكره. عمره خلينا نقول يعني متفتح للآخر، قابل لتغيير أفكاره التي ممكن أن يكون عفى عليه الزمن، ممكن أن يكون في الثلاثينات الأربعينات، يعني الأربعينات أتوقع. أربعين. أوكي. نعم. كم ولد عنده؟
لا يهم. تقريبا فكري فيه. يعني من 3 إلى 4. هو إنسان طبيعي عادي متفتح طموح ويتوقع لأولاده الأفضل ويريد أن يكونوا أولاده رائدين في مجاله. مستوى التعليمي لو سمحتي. مستوى التعليمي جيد، مستوى التعليمي جيد، جامعي جيد. ولديه طموح. هذا الشخص الآن هو يسمى في يعني في علم ريادة الأعمال هو البيرسونا، اللي هي الشخصية اللي أنا أبني عليها مشروعي. ليش سموه البيرسونا؟ لأنه أنا على الجهة الأخرى أنا موجود هون وأنا أريد أن أهاجم هذه السوق اللي موجودة أمامي كليات اللي هي تسمى السوق المتاحة. هؤلاء في فئة بسيطة جدا موجودة في السوق تسمى السوق المستهدف اللي أنا لازم أستهدفه في بناية مشروعي. فلا تروح تقولون أنا بدي أستهدف كل هذه السوق اللي موجودة أمامي، لا، أبدأ باستهداف هذه الفئة، أخذ منهم مجموعة، أروح أطرح عليهم فكرتي وأرجع أخذ منهم فيدباك معين حتى أطور فكرتي بشكل أفضل، وأستطيع من خلال ذلك أنه أنا فعلاً أفهم استراتيجية التسويق. يعني اليوم أنا قادر أني أنا أسوق له، أنا قادر أني أنا أحدد من هو، أنا أستطيع أني أجد كثير من الأشخاص اللي تنطبق عليه نفس الصفات اللي أنت قلتيها، أنه حريص على التعليم، عمره 40، عنده من 3 إلى 4 أولاد وهكذا. هذا الحكي ممكن ينطبق على أي شيء. هذه الاستراتيجية تسمى البيتش هيد ماركت، اللي هي استراتيجية رأس الشاطئ، وأنا يعني هيك حاب ترجمها باستراتيجية طارق من زياد. لما تجاوز من المغرب العربي إلى إسبانيا هو بدأ بمنطقة صغيرة وبدأوا يتوسعوا بشكل كبير هم في إسبانيا، وهذه استراتيجية مستخدمة حقيقة في الجيوش في العالم. إنه أنا إذا أردت أن أنتقل من جزء نهر إلى الجزء الآخر، ما في أي منطقة أنا ممكن أفوت فيها على الجزء الآخر من النهر أو البحر، وإنما يجب أن أجد شيء يسمى البيتش هيد ماركت حتى أخترق السوق بشكل كامل. فمن المهم جدا أنه تعرفوا عملاءكم بشكل واضح. وأيضا هل ممكن جداً سؤال؟ فضل. بنفس الموضوع سؤال سريع، هل يمكن الوصول إلى هذه الفئة من خلال أبنائهم؟ لأن المهم عندي هو رغبة الأبناء في التسجيل في هذه الأكاديمية، هل يمكن الوصول لهم من خلال أبنائهم؟ صاحب القرار في الدفع، ها، وليس الرغبة، صاحب القرار في الدفع هو أهم شخص بالنسبة إليك. تمام، شكراً جزيلاً. فإذن هم مو شريحتك المستهدفة، وإنما آبائهم وأمهاتهم أو من يريد أن يدفع لهم. فممكن تكون شريحتك المستهدفة هي المنظمات الخيرية اللي تساعدك مثلاً. جميل جداً. إذا حبيت، أنا بالنسبة لي بما أنه الوقت ضاق وراح علينا شيء بالبداية، أي شخص حاب يستفسر مني ممكن يتواصل معي عن طريق الأخوة في عمران أو عبر حسابي على الإنستغرام، أنا حأرد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، بس يخبرني أنه أنا اللي حضرت معك المحاضرة في عمران. وبدي أياكم تفكروا لما تفكروا مشاريعكم بهذه الطريقة، لا تروحوا تبنوا مشروعكم. معك دكتور، تفضل دكتور. أيوة. يعني تأخرتوني 10 دقائق في الإدارة، إنه نحن أصلاً بدأنا الساعة 7:10. طيب. نعم، فأنا لي عندكم معك دكتور. كل الوقت يا دكتور، كل الوقت معك. الله يكرمك. كل الوقت معك. الله يكرمك ويبارك فيك يا رب. طيب، أنا لما بتكون تفكروا مشروعكم وفكرتكم بشكل كامل، الناس عادة تروح تفكر بهذه الطريقة، أنا بدي أعمل التحليل وأعمل الديزاين وأعمل الكود وأعمل التست وبعدين أطلع بمشروعي. ممكن يأخذ معي هذا الحكي 9 شهور كاملة، لكن أنا بدي إياكم تعكسوا هذه العملية، وهذا ما يسمى باللين ستارت أب اللي هي الإدارة الرشيقة للمشاريع. نحن نحلل أبسط جزء من المشروع. يعني اليوم ليش قلت لكم روحوا حددوا هاي الفئة الصغيرة حتى أستطيع يكون عندي إمكانيات أقدم لهم إياها، وأعمل اختبار على أبسط جزء من المشروع وأقوم بتصميم منتجي على أبسط فئة من المشروع، وأعمل برمجتي إذا أنا بشتغل بالبرمجة أو أنا أقدم المنتج على أبسط جزء من المشروع، فتكون كل الإمكانيات موجودة عندي وأختبر العملية. هذا ممكن يأخذ معي شهر بدل ما أخذ 9 شهور على المنتج كامل، لكن في هذا الشهر أنا سمعت من عملائي، أنا جربت نفسي، جربت إمكانياتي، جربت السوق اللي موجودة عندي، ببدأ. يعني اليوم الأخوة اللي بيقدموا البرامج التعليمية أونلاين، طيب أنت روحي قدمي فقط منتج واحد على منصة بسيطة جدا، لا تروحي تقدمي منتج كامل كبير وقدم المنصة وبعدين عرضها على الجمهور. بعرض المنصة بأبسط طريقة ممكنة للشريحة اللي أنا قلت لك حدديها قبل شوي، بعدين بعمل عليهم اختبار، بعمل لهم التصميم، بسمع منهم فيدباك، وبرجع بطور في الشهر الثاني والشهر الثالث والشهر الرابع
والشهر الخامس لاحظوا انه احنا عم نكبر مشروعنا وعم نتطور فيه وعم نطور في مشروعنا بناء على رغبه العملاء، لانه انا في كل مرحله راح اكبر شوي من عملائي، فما نمشي بهذه الطريقه التقليديه ابدا، بل نمشي بهذه الطريقه. حتى لو فشلنا هون بنفشل وبتكون خسارتنا قليله جدا، لكن نستطيع انه نعدل ونمشي على اللي بعده، حتى بعد 9 شهور يظهر عندي منتج بافضل صوره ممكنه، وايضا بناء على رغبه عملائي. فقاعده مهمه جدا، افشل مبكرا حتى تنجح ابكر. لو انا اخذت 9 شهور لتصميم منتجي والاخير قالوا لي منتجك غير فعال، بينما انا من اول يوم قالوا لي انه هذا ما بيشتغل من اول شهر بروح بعدل، فبكون الشهر الثاني انا تقدمت قليلا في مشروعي. ودائما اشرك كل المتاثرين معكم في كل خطوه من هذا المشروع، اللي بيشتغلوا معكم، العملاء، حتى المنافسين اشركوهم معكم. كيف تشركوهم معكم؟ تشوفوا رده فعلهم. هذه بالنسبه لي. ظل عندي نصيحه واحده دائما، اذا حبيتوا تقدموا مشروع، قدموا مشروع لا يمكن تقليده بسهوله، فكرتكم ما تكون فكره قابله للتطبيق. انا افتح والله محل فلافل على سبيل المثال في سوق الحميديه في دمشق او في اسطنبول، ما انا بكره الناس كلها بتفتح جنبي فلافل، افتح شيء بخلطه غريبه ما يستطيع حدا يوصل لها. يعني لا يقول واحد انا شو بدي اخترع، اخترع خلطه حلوه للفلافل ما حد يقدر يقلدها بسهوله، عرفتوا؟ فبذلك هذه مجموعه من الاسئله بتسالوها نفسكم على فكرتكم، حرسلكم انا مجموعه من الادوات اللي تستخدموها لمشروعكم. بذلك اكون انهيت، فشكرا جزيلا لكم، واعتقد انا ما طولت يعني ابدا والله يعني صراحه مستمتعين يعني. الله يكرمك، أكرمكم الله. الله يفتح عليك يا رب. طبعا إخوان الكرام، الدكتور محمد أبو زيد موجود معنا وستكون لنا معه عدة لقاءات وورشات. الأستاذ مستشار رئيسي في منصة عمران. فبارك الله فيك يا دكتور. الله يسلمكم ويبارك فيكم. وأنا يعني معليش عذرا ممكن ما كان في وقت إنه لحد يسأل، لكن أي سؤال أنا مستعد إني أجاوب عليه. يعني معاكم الآن من الآن 3 أيام فقط، لا تتكثروا عن 3 أيام. اللي حاب يسأل أي سؤال على حسابي يتفضل يسأل أي سؤال، وأنا بإذن الله راح أرد عليه، لكن شرط لا يكتب لي السلام عليكم وينتظر مني، يكتب لي سؤاله كامل تفاصيل سؤاله وأنا حرد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. وبأي وقت يعني هم الأخوة إذا ما كان عندهم أنا جاهز إني أنا أجيب على كل أسئلتهم، يعني ممكن تهيئوا لهم وقت آخر. جميل، ما بتأثر والله. الله يبارك فيك. السلام عليكم، ممكن نسأل الأستاذ؟ ممكن، نحن معنا 3 دقائق مع الأستاذ لحتى نبدأ بالورشة الثانية، فممكن نسأل، تفضل أستاذ. طيب دكتور، إذا كان التطبيق اللي يعني الفكرة تطبيق للكوتشينج، يعني نفس التطبيق هو اللي يجيب عليك وفكرته مبنية على الذكاء الاصطناعي، يعني مو نعم. ما أقدر يعني أحط عليها فكرة يعني تجربة أولية وحاجة صغيرة كذا، هل تنصحني في أني أبدأ بأبسط منتج أو أني أطبق الفكرة مباشرة؟ لا أكيد بأبسط منتج. أنا اللي تحكي عنه تماما يعني أعي وأعرفه، اللي هو نحن كيف نحن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وكيف على فكرة تطبيق المنتجات الإلكترونية يختلف شوي عن عملية المنتجات التقليدية. فأنت اليوم ممكن تصمم مجموعة من الأسئلة، والذكاء الاصطناعي مبني على تعلم الآلة، في كل مرة الناس تسأل الآلة تتعلم وتبدأ تجيب بنفسها. فأنت ممكن تصيغ 10 أسئلة، يعني شوف أبسط اختبار للكوتشنج وطبقه على منتجك وعلى تطبيقك بشكل كامل، ولا تروح تبني الكود كامل ولا تبني التصاميم كاملة، أنت بتبني ابسط شيء اللي هو بسموه الام مينيمم برودكت، مينيمم فايبل برودكت، اللي هو ام في بي. فهذا ابسط شيء انا ممكن الناس فعلا تمسك وتستخدمه، حتى ممكن تبنيه على صفحه ويب، يعني ما في داعي تروح تبني تطبيق من البدايه لانه التطبيق ممكن يكون مكلف، ببنيه على صفحه ويب وبرسله ل 10 او 15 عملاء فقط يجربوه ويعطوني الفيدباك تبعهم، اذا شفته جيد بنتقل للمرحله اللي بعدها، بضيف. وانا انصحك شخصيا، يعني شخصيا هيك وجهه نظري، ما اعرف في ناس مختصين، ابني مشروعك على الويب بالبدايه، يعني خليه ويب ابلكيشن، لا تروح تبني تطبيق على الموبايل لانه مكلف جدا، وبتطبقه خطوه خطوه. جميل. شكرا لك، الله يعطيك العافيه. اهلا استاذ احمد الزهراني. طيب معنا دقيقه، ممكن في الأستاذ ندى زهار، أفعى إيدا ممكن؟
دكتور السلام عليكم. تفضل دكتور سعدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس تفسر على الجزء البرسونا اللي حضرتك اتكلمت عنها. نعم. أنا بس اللي عايزة أتأكد منه عشان أكون فهمت صح، يعني هل نعم. الجزء اللي أنا هنشن عليه اللي هشتغل عليه ده اللي هاخد منه الفيدباك، هل ده الجزئية اللي أنا هشتغل عليها مشروعي، ولا جزئية ولا حد مختص أو جهة مختصة أنا اللي هاخد منها الفيدباك بتاعي اللي هعرض عليه لا مشروعي؟ لا لا لا، إياكم ثم إياكم. أنا أنصحكم كرواد أعمال تروحوا تأخذوا معلومات من جهات مختصة، انزلوا أنتوا بالسوق على أنفسكم. يعني اليوم بالزبط. أنا بدي أقدم ملابس، بروح بشوف سوق الملابس بمصر، الأخت من مصر ربما، بروح بشوف ناس من اللي عم تشتري ملابس بمصر، أنت ليش عم تشتري من هون؟ شو نوع الملابس اللي بتشتريها؟ طيب شو رأيك بهذا المنتج اللي أقدم لك إياه؟ وتختاري بين 12 إلى 20 شخص ويكونوا فعلاً صادقين في إعطائك الفيدباك، قولي لهم أنا بدي العيوب، لا أريد المحاسن. كيف يمكن؟ هل هذه العينة اللي أنا، هل العينة اللي هعرض عليها الأسئلة دي هي اللي ممكن أشتغل عليها أول وحدة برنامج مثلاً ممكن أطبقه؟ نعم نعم نعم، دي فئة أو دي فئة تختاريها بالبداية البيرسونا. أعطيكم أنا بس شغل عن البيرسونا، كثير من شركات العالم البيرسونا تصممها على شكل دمية وتحضرها محل اجتماعات، حتى الناس وكل فرق العمل اللي موجودة تفكر بالبيرسونا. البيرسونا هو الشخص اللي عم يشتري مشروعي، اللي عم يشتري منتجي. أنت تبدأي ب 12 واحد فقط تسمعي منهم، وهؤلاء أنا بقدر بعدين أطورهم، لأنه في بعد البرسونا أنا في عندي شريحة مستهدفة وشريحة مستهدفة ثانية. فعملية ريادة الأعمال ما هو ولا سوق أنا بستهدفه بيوم وليلة، هذه الطريقة اللي فقط نستطيع نحن نمشي فيها بريادة الأعمال. فمهما كانت البرسونا الفئة، تفضلي. معلش دكتور، يعني في حين وانا بعمل الموضوع ده وبدات انفذ البرنامج بتاعي على فئه مصغره زي ما حضرتك تكلمت انه علشان ما اتوسعش، يعني ما اعملش الرؤيه المستقبليه مره واحده وابتدي بخطوات بسيطه على فئه مستهدفه معينه، هل ده هيبقى هيؤدي لتضييع وقت مثلا او استنزاف في تطوير المشروع، ولا ده يعتبر مكسب بالنسبه لي؟ انت دائما احنا حكينا بدنا نمشي بالاداره الرشيقه اللي حكيناها. فأنت أول عملية خلال أسبوع قابلتي هذه البيرسونا وسمعتي منهم فيدباك، الأسبوع الثاني حطور وحوسع البيرسونا وأدخل بيرسونا جديدة، ولا تبنوا بيرسونا واحدة. يعني بجيب على سبيل المثال، نحن حكوا الآن عن أب، روحوا شوفوا أم، روحوا شوفوا كذا، ولكن خلي شريحة عملائكم واحدة. يعني ما راح أشوف ناس وبعدين أشوف منظمات خيرية، لا، أنا الفئة الأولى هي ناس بشر، أمهات وآباء. فأنا حتى ممكن أبني رجلين هما نفس البيرسونا يختلفوا في بعض الصفات، ممكن أنا أبني مثلاً ذكرين ويعني أبين وأمين، هما اللي هما يكون البرسونا، يكون عندي أربعة برسونا وأطبق عليهم في البداية. البرسونا الهدف منها يا جماعة إنه أنا يصير عندي شخصية واضحة. يعني لما أروح أقول لكم أنتوا شخص مثل محمد أبو زيد اليوم عمره ما بين كذا وكذا وعنده مثلاً عدد كذا من الأولاد، يعيش في ماليزيا، أي واحد موجود الآن ممكن يفكر بعشرات الأشخاص مثل محمد أبو زيد، فيكون سهل علي انه انا انزل على السوق والاقي محمد ابو زيد او شخص مشابه لمحمد ابو زيد واساله، اعرض عليه المنتج تبعي وهكذا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا الوقت يعني بيد الاخوه في عمران. يعني فهمت من خلال قضيه أن كأنها الدراسة الاستطلاعية في البحث العلمي، يعني كانت دراسة استطلاعية على فئة مصغرة وهي نستنتج منها من خلال الاستبيان والاختبار هل المشروع هذا ناجح يتطبق على المجتمع الأصلي أم لا. نعم، هي البرسونا جزء من دراسات السوق. نعم، هي دراسة أولية ودراسة استطلاعية، ولكن هي تتم بطريقة معينة ولها منهجية معينة. يعني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أنا حاب أن يعني أعطيكم جزء منها. فقط رجاء الموضوع، رجاء الشريحة الأخيرة قبل الشكر لو سمحت دكتور، رؤية الأسئلة فقط، الشريحة قبل كلمة الشكر. كان واحد الشريحة يعني. حاضر يا حبيبي، حاضر بشان فيها أسئلة. شكرا. الدكتور راح يشاركنا هذا الملف كله، يعني راح يرسل للأخوة في نعم، في المنصة وراح نشاركه معاكم إن شاء الله. أكيد حارسل لكم إياه وهم بيشاركوه معاكم بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور، نتشكرك صراحة على الورشة. طبعا نتشكر دكتور، نحن كتير الآن الساعة عندك دكتور هي واحد وربع بعد منتصف الليل. الله يبارك فيكم، الله يعطيك الصحة والسلامة يا رب. الله يبارك فيكم، هذا واجبنا معكم، شكرا جزيلا لكم. ما قصرت يا دكتور، كل الشكر يا دكتور.
شكرا لكم، الله يعطيكم العافية، وشكرا لكل الأخوة المشاركين والأخوات المشاركات، جزاكم الله خير، الله يحفظكم يا رب.